المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في هذا المساء، وهذه أبرز عناوينه. الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعلن يوم غد الخميس عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد. شبكة مياه كوستيا الجديدة تضع حدا لمعاناة 5000 نسمة مع مياه الشرب. التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان بمكتبه أمس المبعوث الفرنسي الخاص للقرن الإفريقي فريدريك كاليفيه، وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في كافة المجالات بما يحقق مصالح البلدين. وأطلع رئيس مجلس السيادة المبعوث الفرنسي على تطورات الأوضاع بالسودان وسير العملية والجهود المبذولة للتوصل لاتفاق يفضي لتكوين حكومة انتقالية تقود البلاد إلى مرحلة الانتخابات. أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن يوم غد الخميس الموافق 6 أبريل سيكون عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد بمناسبة ذكرى الانتفاضة الشعبية في أبريل 1985، سائلة الله تعالى أن يعم البلاد والأمن والاستقرار كافة ربوع البلاد، وأن تحقق أمتنا الوحدة والتنمية والرفاه. انطلقت بالخرطوم منافسات المسابقة القرآنية الكبرى في دورتها الثالثة تحت شعار خدمة القرآن شرف الإنسان، حيث قال رئيس اللجنة الفنية للمسابقة الشيخ علي أحمد محمد إن المسابقة التي درج المجمع على تنظيمها كل عام هي برعاية كريمة من الحاج معاوية البرير وحرمه المصون، مبينا أن التصفيات الأولية والتي بدأت في نهاية شعبان قد شارك فيها نحو 1400 متسابق من الجنسين، بلغ منهم مرحلة التصفيات النهائية والتي بدأت اليوم 70 متسابقة، وتستمر التصفيات حتى 16 من رمضان بإعلان النتيجة النهائية والتي رصد لها جوائز تقدر بأكثر من 36 مليون جنيه. فيما أشار رئيس اللجنة الفنية الشيخ علي أحمد محمد أن المسابقة تشهد تنافسا قوي ومحموم بين المتسابقين والحفظة. بدأت التصفيات الأولية في شهر شعبان، في نهاية شهر شعبان، والعدد المسجل للمسابقة والذي شارك في المسابقة القرآنية الكبرى في رمضان 1400 متنافس ومتنافسة من الرجال والنساء والبنين والأطفال. وقد اخترنا 45 من فرع القرآن الكريم كاملا، و25 من فرع العشرة أجزاء في التصفيات النهائية في شهر رمضان المبارك. وقعت جامعة الجنينة وشركة الخطوط الجوية السودانية السودانير مذكرة تعاون بينهما بهدف تحقيق تعاون مثمر لتقديم خدمات أفضل للمجتمع وبناء جسر للتواصل والاستفادة من خبرات الطرفين. وأوضح مدير جامعة الجنينة الطيب علي أحمد أن المذكرة حوت عددا من المجالات والمحاور المتعلقة بتخفيض أسعار التذاكر لطلاب الجامعة ومنسوبيها. وأوضح مدير شركة الخطوط الجوية السودانية محطة الجنينة فيصل عيسى، أوضح أن الشركة استهدفت شريحة الطلاب ومنسوبي جامعة الجنينة بتقديم الخدمات لهم في كافة المجالات. إحنا سعادتنا بتكمن أن هذه المؤسسة الوطنية ليس فقط هي خطوط ناقلة، بل هي واحدة من المؤسسات القومية التي تتجلى من خلال أهداف عليا لا تقل عن أهداف المؤسسات القومية كما هي الجامعات أو غيرها. ولذلك تأتي هذه الشراكة التي نحسب أنها شراكة ذكية في إطار التعاون المشترك في تقديم الخدمات اللي يمكن أن تكون مكان حوجة كبير جدا لأهلنا في مختلف الولايات، وخاصة في ولاية غرب دارفور. وكلنا يعلم هذه الشركة الوطنية الكبيرة وأدوارها الخدمية والاجتماعية والتنموية، ولذلك نحن فخورون في هذا اليوم السعيد وحضوركم أن نوقع مذكرة لعمل مشترك وتعاون في قضايا كثيرة جدا يمكن أن نجملها من خلال سردنا لبنود هذه المذكرة. بشرياتنا أن من خلال هذا العمل المشترك والتعاون الذي سوف ينطلق في مقبل الأيام تكون هنالك مكاسب كبيرة جدا، ابتداء لهذه المؤسسة الجامعة لمنسوبيها فيما يتعلق بالرحلات والسفر من وإلى، وهنالك اعتبار خاص
من حيث التخفيض بالنسبه للرسوم لابنائنا الطلاب، وده في حد ذاته كان مقصد كبير جدا. احنا نعلم الاوضاع الاقتصاديه وحضيه الطالب الجامعي، وبالتالي توفير تخصيص تخفيض مخصص لطلاب جامعه الجنينه. أكد مدير الإدارة العامة لهيئة مياه الشرب بالنيل الأبيض المهندس رحمة الإمام حماد، أكد أن تشغيل محطة مياه كوستي أصبح واقعا ملموسا عبر جايكا اليابانية، وأشار أن بداية هذا المشروع كانت في العام 2016. وأضاف رحمة في تصريح صحفي أن المواطن بكوستي قبل تشغيل المحطة كان يعاني كثيرا من مشكلة المياه، والآن تم حل هذه المشكلة، وأبان أن 500 ألف نسمة تتوفر لديهم مياه شرب نقية بمواصفات عالمية. وتطرق مدير هيئة المياه إلى التحدي الماثل الآن أمام إدارته، وهو صيانة شبكة مياه كوستي، كاشفا عن وجود غرفة طوارئ لمعالجة كسورات المياه. وشكر أيضا رحمة في ختام حديثه حكومة اليابان والحكومة الاتحادية ووالي الولاية على جهودهم المقدرة في إنجاز محطة مياه كوستي. هذه المحطة الآن هي من المحطات الكبيرة، وإنتاجيتها 33 ألف متر مكعب في اليوم، ودي تكاد تغطي كل المشاكل المياه في مدينة كوستي. حقيقة أن المحطة القديمة كانت تغطيتها تغطية جزئية لكل الأحياء والأطراف، وبدخول هذه المحطة في 19/2 جاءت التغطية الشاملة لكل الأحياء التي كانت منذ عشرات السنين لم تصلها مياه، أصبحت الآن هي تستمتع بمياه مستقرة ومستدامة. هذه المحطة أيضا تنتج مياه كما ونوعا. الآن يعني تقريبا الأيقورة في المويه الخام 9 NTU بنسبة الأيقورة، والمويه النقية الآن الأيقورة بتاعتها 0.4، وده ما يؤكد أنه هذا النقاء بمواصفات عالمية وليس مواصفات سودانية. ورياضيا، أكد هاني طه مدير الشباب والرياضة بمحلية أم درمان بأن أعمال صيانة أبراج استاد المسالمة قد اكتملت، وذلك بتوجيه من المدير التنفيذي للمحلية الهادي عبد السيد. وأشرف مدير الشباب والرياضة بالمحلية على المشروع استنادا على توجيهات والي الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة. وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا المساء من قناة الشروق، وإليكم العناوين. الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعلن يوم غد الخميس عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد. شبكة مياه كوستي الجديدة تضع حدا لمعاناة 5000 نسمة مع مياه الشرب. وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا العرض المسائي من قناة الشروق. لمزيد من الأخبار والبرامج يمكنكم زيارة موقعنا الشروق.net. كونوا بخير، إلى اللقاء.